صراحة إبراهيم أنا مقدر اللي أنت بتقوله، ومريم كده مظلومة، بس مش قادر أوافقك على الجواز، خايف تندم. ليه يا أدهم؟ عادة العلاقات اللي زي دي ما بتنجحش. بس أنت ما تعرفش أنا إيه بالنسبة لمريم. عارف، بس مش كفاية. لا ما تعرفش. مريم لو في يوم عدى من غير ما تسمع صوتي، لا تعرف تاكل ولا تشرب ولا تعرف حتى تشتغل. مريم ما بتتنفس الا عشان انا موجود في الدنيا. بقالها 7 سنين مش شايفه راجل في الدنيا غيري. دي بتزعل لو شافت في عينين اي راجل نظره اعجاب بيها. تجيلي منهاره وتعيط وتقولي جسمي بيتلبش لو حد غيرك بصني. مش حقيقي، مريم خانتك. انا اسف يا ابراهيم، غصب عني ما كنتش عايز اقول لك. ابراهيم لما عرف كل ده قال لك ايه؟ وعدني انه هيفكر. هيفكر في ايه الحيوان ده؟ الموضوع مش محتاج تفكير. انا خايفه قوي يا هيما. ما تخافيش ان شاء الله خير. انا هتكلم معاك. لا انت، لا انا خايفه قوي يكون ربنا بيعاقبني على اللي حصل. مريم ربنا بيغفر. انت كنت مغيبه تماما واحنا الاثنين ما كناش حاسين بحاجه. بس احنا بطولتنا نسكرنا للدرجات دي، ما عرفناش نضحك. بلاش تعذبي نفسك، مفيش حد ما بيغلطش. سبوق، بقول لكم سبوق. روحي انت يا مريم. بقول لكم سبوق. اهدى بس، اهدى وانا فاهمك. مش عايز افهم حاجة. حلقة. اركب. مش هركب يا ابراهيم. اركب بقى. مش هركب عشان خاطري يا كابتن. ايوه يا ادهم، حصلنا على شقه ابراهيم دلوقتي حالا. عمري ما كنت افتكر انك حقير للدرجه دي. بلاش غلط يا ابراهيم، انا كنت هقول لك وادم هو اللي نصحني اني ما اقولكش. ما عشان رحت قلت لادم بقى بريء. انا مش متهم اصلا عشان ابقى بريء. شفت صاحبك يا ادم؟ والله يا جماعه الحكايه ما تستاهل القلق ده كله. انتوا عاملين نفسكم على الفاضي. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ بدل ما تروح تقول له حاجه على اللي عمله؟ انا ما عملتش حاجه، واللي حصل بيني وبين مريم حصل واحنا تقريبا كنا غايبين عن الوعي. وانا المفروض اصدق الفيلم العربي بتاعك ده؟ تصدق ولا ما تصدقش دي مشكلتك. والفرض اللي احنا كنا واعيين للي بنعمله، ده لا يمسك ولا يمس كرامتك من قريب ولا من بعيد. لان انت اللي سبتها ورميتها كمان. عايز ايه بقى منها؟ انا مش عايز منها حاجه، بس كنت فاكرك صاحبي. وعلشان ابقى صاحبك لازم اوافق على التخلف اللي انت فيه ده. يا بني ادم افهم، والله العظيم ما كنا حاسين بحاجه، ولا انا ولا مريم عمرنا ما فكرنا ان احنا نخونك. عيب يا ابراهيم، ده اللي بينا عمر ما ينفعش حد يدوس عليه. انا اخون عز صاحب ليه يا ابراهيم؟ كده بقى كلتني وطلعت الشهم والاصيل اللي بيراعي العيش. شهم واصيل والصحيح. غصب عنك وعن اهلك. غصب عن مين يا حقير يا حيوان يا ابن الكلب؟ لا لا لا، اوعى هاني. امشي، اقعد يا ابراهيم، اقعد. امشي يا هاني، اهدى ابراهيم، هدي اعصابك. مريم ما تستاهلش ده كله، ولو بتحبها قوي كده يبقى هاني عنده حق. سبتها ليه؟ حب ايه يا ادهم؟ انا في ابن الكلب ده اللي ما عملش حساب للعشره. شفت؟ ما اعتقش حبيبه صاحبه. أرجوك أنا مش ناقصك، اطلع من نافوخي. اللي حصل من هاني ومريم كان غصب عنهم. الله، ده كلام هاني. بسرعة كده اقتنعت بكلامه؟ أنت نسيت إن كلمة خيانة طلعت لكم في لعبة ويجا؟ بس دي طلعت لإبراهيم مش لهاني. يبقى مفيش مانع إنك تمشي ورا إبراهيم شوية. أنت اتهبلت؟ إبراهيم؟ ده من رابع المستحيلات إبراهيم يعمل حاجة تضايقني. وإيه تفسيرك إنه غلبك على مراح كافيتيريا أشواق؟ وليه ارتبك وخب عليك إنه لسه بيروح هناك؟